أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. يقول أحسن الله إليكم، يقول بعضهم أن الرد على أهل الأهواء والبدع مضيعة للوقت وأنه لا ينفع العوام، هل هذا صحيح؟ مضيعة للشخص هذا اللي قال هالكلام، هذا هو الضايع. أما بيان الحق فهو رد للحق والصواب وجمع للأمة على الحق والصواب. نعم.